kita ya surah al aqaf ayat 1 sampai 14 sampai 16 ya <Sess> Bismillahirrahmanirrahim Hamim tanzilul kitab minallahil Allahil azizil hakim wa khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma بالحق واجل مسمى والذين غفروا عما انذروا معرضون قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا علقوا من الارض ام له شرك في السماوات ايدوني بكتاب من قبل هذا اوثار هذا أو أس أو أثارة أو من علم إن كنتم صادقين ومن نظل ممن يدعو من دون الله من لم يستجيبوا له إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا لو عداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقعنا الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته ولا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفي وأعلم وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ما كنت بالعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا وما أنا إلا نذير مبين قل رأيت من كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله وامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين غبروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إف كن قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه كتاب وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين كفروا وبشرى للمحسنين. إن الذين إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلهم عليهم ولهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يفعلون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه قرها ووضعته قرها حمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ شده وبلغ اربعين سنه وَأَنَا رب اوسعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تَرْضَاهُ وأصلح لي في يَدِي إني ضد إليك وإني من المسلمين